وزي ما تعودنا مع حضراتكم بنبدأ حلقتنا بمشكلة جديدة ونرجع مرة تانية بعد الاستماع إليها لنبحث لها عن الحل، فهيا بنا. لما اتجوزت اتصدمت بمسؤوليات كتير جداً، بين شغل البيت والأولاد اللي على قد ما هم نعمة على قد ما شغلي بقى أصعب في وجودهم. ما قدرتش حتى أخد أجازة عشان أراعيهم لأن زوجي موافقش، قال لي مش هنعرف نعيش كويس لو قعدت من الشغل. بقيت مهدودة بين مسؤوليات الأمومة ومسؤولياتي كزوجة وشغلي، بقيت باجي على نفسي وعلى صحتي، لكن مش قادرة استحمل تهرب زوجي من مسؤولياته. ملوش علاقة بالأولاد، ما بيشيلش طبق حتى بعد لما بياكل، وما فيش كلمة شكر. مش عارفة أنا الغلطان إني اتجوزت ولا إيه؟ وزي ما سمعنا مع حضراتكم مشكلة النهاردة واللي بتتعلق عن سبب مهم جداً من الأسباب التي تؤدي إلى حصول المشكلات الزوجية ومن ثم إلى حصول الطلاق والفرقة بين الزوجين، النهاردة هنتكلم عن فكرة تبادل الأدوار واختلال المسؤوليات بين الزوجين. تبادل الأدوار لو احنا حبينا نتكلم عنه وفكرة اختلال المسؤوليات بين الزوج وبين الزوجة هنلاقيه قائم على محورين أساسيين. المحور الأول وهو أساس الحلقة والمشكلة اللي احنا سمعناها مع حضراتكم من شوية، فكرة ان المرأة بتتحمل مسؤوليات فوق طاقتها وازاي ده بيأثر عليها بالسلب وبالتالي بيأثر على الأسرة والأطفال. المحور الثاني لما الأب بيكتفي انه يكون مصدر دخل ETM فقط وملوش أي علاقة بتربية الأبناء. ولو جينا نشوف إيه هي النقاط أو الأمور الأساسية لحصول هذه المشكلة هنلاقيها بتدور حول ثلاث ملفات، ثلاث أمور أساسية في فكرة تبادل الأدوار: واحد العمل، اثنين الإنفاق، ثلاثة تربية الأولاد. وخلونا نتكلم في الملف الأول ألا وهو العمل. من الذي يعمل؟ الأصل إن الزوج هو اللي يشتغل ولا الزوجة هي اللي تشتغل؟ هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وإحنا كنا اتكلمنا في حلقة القوامة إيه معنى القوامة بالشكل الصحيح في الشريعة الإسلامية. فحلقة النهاردة وفكرة تبادل الأدوار واختلال المسؤوليات كأنها مثال حي، نموذج وتطبيق عملي لفكرة القوامة، مسألة تبادل الأدوار. هنلاقي أول حاجة أو أول ملف من الملفات دي مسألة العمل. مين اللي الأصل إن هو يشتغل؟ الزوج هو اللي بيشتغل ولا الزوجة؟ مين اللي المفروض يصرف على مين؟ هل الزوج هو اللي بيشتغل وبيصرف على مراته وعياله ولا الزوجة هي اللي بتطلع تشتغل وبتصرف على جوزها وبتصرف على أولادها؟ هنجد إن الأصل إن الزوج هو اللي بيكدح وهو اللي بيتعب علشان خاطر عياله وعلشان خاطر مراته مش العكس. طب ده راجع ليه؟ راجع للفطرة السوية التي خلق الله الناس عليها، فطرة الله التي خلق الناس عليها. إيه هي؟ إن ربنا بيقول وليس الذكر كالأنثى. ناس كتير جدا بتتوهم وبتخلط ما بين المساواة وما بين التسوية، بيفكروا إن الراجل زي الست. أبدا، الراجل زي الست فكرة المساواة من حيث الواجبات والحقوق، لكن مش من حيثية الفطرة اللي ربنا خلقهم عليها. خلي بالكم ده ربنا الذي خلق الخلق اللي هو بيقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يقول وليس الذكر كالأنثى. الزوج الرجل ليه مهمات معينة، ليه مهمة معينة بيقوم على أساسها، إن هو بيكدح وهو اللي بره البيت وهو اللي بيتعب علشان يوفر الاستقرار والراحة والأمان لأهل بيته ولمراته مش العكس. فلما بدلنا الأدوار بقت المرأة بتخرج وهي اللي بتعمل وبتكدح، لقيناها ترتب على هذا الأمر إن هي بقت تشيل حاجات مش من الواجب إن هي تشيلها، شالت فوق طاقتها. ده اللي أثر بالسلب على راحة زوجها وأثر بالسلب على راحة الأولاد، هو من ثم ما بقاش في حاجة اسمها استقرار أسري أصلا بين الزوجين. الأخطر من كده إيه بقى؟ الأخطر من كده لما الزوج هو اللي بيقول لمراته انزلي اشتغلي وتعبي واكدحي معايا. ده خطير جدا الموضوع ده، خطير إن أنت تأمر زوجتك إن هي تنزل وتشتغل وتتعب علشان تساعدك في البيت. طب هنا واحد يقول لي يعني الإسلام ضد عمل المرأة؟ هقول لك لا أبدا، الإسلام ضد فكرة تبادل الأدوار، إن المرأة تبقى رجل والرجل يبقى امرأة.